قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الجرهوت خدماته في بيئة متعددة التخصصات بغرض تشخيص المرض تشخيصا كاملا عن طريق سماع شكوى المريض والتاريخ المرضي والتاريخ العائلي، بالإضافة إلى تواجد بعض العلامات السريرية بالفحص الإكلينيكي. بعدها بنقوم بعمل الفحوصات في حال إن احتاجنا لها، فحوصات دم عادية أو فحوصات دم تخصصية. أحيانا بنعمل تحليل للغائط لتشخيص وجود ميكروبات، ربما وجود دم مخفي بالبراز، وده تحليل مهم قوي. أحيانا بنحتاج نعمل تحليل لإثبات وجود دلالات على التهاب القولون. بعض المرضى بنحتاج إن احنا نعمل لهم تشخيصات عن طريق فحوصات بالقسم الأشعة، عمل أشعة تلفزيونية، عمل أشعة مقطعية، ربما عمل رنين مغناطيسي. في حال إن احنا ما قدرناش نشخص الحالة بالمعطيات دي، بتكون حصلنا على بعض المعلومات، محتاجين نكمل معلومات أكتر، فبنعمل إجراءات تداخلية زي منظار المعدة، منظار القولون، ربما منظار الأمعاء الدقيقة. أحيانا بنحتاج نعمل حتى منظار مع الأشعة التلفزيونية لتحديد مدى سمك الإصابة في جدار القولون. المنظار ما بيكونش بس تشخيصي، بيكون علاجي أيضا. لما لقينا سائلين، لو لقينا التهابات، ربما نعمل حتى أحيانا توسيع لبعض أماكن ضيقة في الجهاز الهضمي. باختصار، إصابات الجهاز الهضمي بتكون في حاجة من ثلاث وظائف: يا إما في حركية الجهاز الهضمي يكون في بطء في الحركة يؤدي إلى إمساك، أو سرعة في الحركة يؤدي إلى إسهال، أو عدم تناسق في الحركة يؤدي إلى ما يسمى بالارتجاع أو الانتفاخ. الوظيفة الثانية للجهاز الهضمي غير الحركية هي الهضم. الهضم بيختلف من جزء لجزء، لأن كل جزء في الجهاز الهضمي معني بهضم شيء معين من المواد الغذائية. الوظيفة الثالثة بتكون الامتصاص، حيث يمتص العناصر الغذائية، بتتحول إلى عناصر أولية، بيتم امتصاصها في الدم حتى تساعد في العمليات الحيوية في الجسم. احيانا بيكون احنا محتاجين نحدد الإصابة عند المريض، هل هي إصابة عضوية ولا إصابة وظيفية. لو إصابة عضوية يعني نلاقي قرحة، يعني نلاقي التهاب، نلاقي ورم، نلاقي سوء في الحركية أو سوء في تناسق الحركية زي ما ذكرنا، أو يكون المريض ما عندوش إصابة في العضو ده والعضو ده سليم تماما لكنه لا يستطيع أن يؤدي وظيفته، وده مختلف عن الإصابة النفسية. النهاردة أنا حابب أن أنا أرد على تساؤل دايما بيتكرر، وهو ما هي المناظير التداخلية؟ المناظير الأول لازم نبقى عارفين إن في منظار المعدة، وفي منظار القولون، ومنظار الموجات الصوتية، ومنظار القنوات المرارية، ومنظار الأمعاء الدقيقة. جميع المناظير التشخيصية بنقدر نستخدمها كمناظير علاجية حاليا، ومستشفى القرهود بتوفر أحدث مناظير وأحدث تقنيات للمناظير العلاجية. فبالنسبة لمنظار المعدة والقولون، أي أنواع من الأورام الأولية أو الظهور تغيرات في الخلايا في الغشاء المبطن للمعدة أو للقولون أو للمريء، بنقدر نستأصل هذا الكلام بنظام التشفية أو ما يسمى الإندوسكوبيك سبميكوزال ديسكشن. بالنسبة للمنظار الموجات الصوتية بنقدر نشخص بيه وبنقدر نعالج بيه. نعالج بيه مثلا الأكياس على البنكرياس، بنقدر نفضيها، بنقدر ناخد منها عينة. بالنسبة لمنظار القنوات المرارية، بنقدر نستحرج الحصوات اللي عاملة انسداد في القنوات المرارية، أو لو في أورام بنقدر ناخد منها عينة، أو بنوسع القنوات المرارية وبنركب دعامات. وهو ده المقصود بالمناظير التداخلية، إن احنا بنتدخل بالمنظار بدون اللجوء لأي جراحة. وربنا يبعد عنكم أي شر، ودايما بكل صحة وخير إن شاء الله.